ابد لو احرق دم حياتي وانا حر بي مزاجي كيف امشي او النسر وحداري انا ثم انا حملي ثقال تعبان حالي امشي واسالف وي خيالي ما ظن ابد يرتاح فالي حملي ثقال تعبان حالي امشي واسالف وي خيالي ما ظن ابد يرتاح فالي حملي ثقال تعبان حالي امشي واسالف وي خيالي حملي ثقال تعبان حالي امشي واسالف خلي تشوف هاي الناس انا شقد منك مجروح حبك شلته فوق الراس وانت هسه تريد تروح باي 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 ما راح تغيب وتجي وترد لك الطيب هنسوى عصير برتقال ورمان كالعادة سهران ليلة حلم وتحمل مطر الافراح والله انا صايره ما اعرف قلت لكم هذا الكافي السكر قد عندي اجمده مرات بس اول شيء لازم ينثرم بهذا الشكل واخليه بتبروير حتى اسوي تبوله مثلا اسوي شغلات طيبه يعني هيك هذا زيت زيتون حبيبتي اكلي صحي اني كله زيت زيتون حاطه مشتهيه اكل هاي اول وجبه بعدين هيك دشوا فيه فوق صحيح ويا مي الطماطة صار كاميرا دائما تخاف آخر شيء أحط بقدونس هذا يا سادة أي أيوة والله كالعادة يا سادة شو اليوم مش طالعة مش طالعة اليوم اليوم مش طالعة وش طالعة اليوم مش طالعة والقمر غاب جينا دوات عايش طالعة اليوم انتي يا ثوب تلبسينا بعدك دار تحي طالعة قمر يعني قمر انت الحبيباتي والله ما جينا يا ما جينا اي والله حلت شي صوت جينا نحطها برمضان هاي بس ان شعري فوق ادخل من الجو اللي عندنا نخاف مسوية بروتين لو كيراتين اعترفي هاي التفاصيل صايمة 16 ساعة باليوم ليش ما يبين ما يبين من اول شيء ومادامك ما تتحركين ماكو فايدة من صيامك تحركي بالبيت على الاقل
تحركي وسوي تمارين اللف هذه بهيجي، سوي تمارين بهيجي. أنا علمتكم تراني كبار، طلعت وياكم مرات وي القمر شكرا، وهي طلعت لكم مرات وكنت أكتب لكم وأسوي لكم التمارين قدامكم، بس أنتم أولاد إلا إذا أنتم جدد حتى أني فوق أدخل من الجو كل شيء ممسك. لما تكون فروة الرأس أدخل من الشعر التحت تكون عندك نقص بفيتامين د. أوكي تعال نسوي العصير. أولا وأخيرا يوم نحضر كل شيء مرة واحدة. باكر راح أخذ شيء وياي يا باكر، يلا تحضرن تحضرن باكر وياي ويوسوني. باكر راح نسافر سوا كلنا إن شاء الله على حب الله. بكرة بكرة يا حبايبي حقوقوا معايا. Thank you.